السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. واصلت الميليشيات الطائفية هجومها على قرى محافظة ديالى لليوم الخامس على التوالي، حيث استهدف قصف بقذائف الهاون قرية الجديدة في ناحية بهرز شرقية بعقوبة، فيما أكدت مصادر حقوقية في المحافظة استمرار نزوح العائلات من قرى قضاء المقدادية باتجاه مركز المحافظة ومدن عراقية أخرى، حيث بلغ عدد العائلات المهجرة نحو 540 عائلة. ويأتي نزوح العائلات بعدما أقر مسؤول في شرطة ديالى أن الميليشيات شنت عدة هجمات على قرى نهر الإمام والهواشة والميثاق الأولى والميثاق الثانية والعامرية، تخللتها انتهاكات واسعة خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها عمليات إعدام ميدانية وأمام أنظار القوات الحكومية. لنتابع مشاهدينا الكرام في المقطع التالي شهادات مفزعة لأهالي قرية نهر الإمام التابعة لقضاء المقدادية، تؤكد أن أعداداً كبيرة من المسلحين اقتحموا القرية وبطشوا بأهلها وممتلكاتهم، وهم الآن يهاجمون قرى أخرى ومئات العائلات تنزح. دعونا نستمع. شنو هاي الأحداث اللي صارت بالمنطقة؟ والله ما ندري شنو الواقع. بالليل احنا نايمين وصار الطيق والفشق، ما نعرف شنو السالفة. وطبونا المسلحين للبيت، هججونا احنا وعوائلنا، هيش طلعنا عمايري. خش ما شلنا، حرقوا بيوتنا، كتلوا بن عمرة جيراننا. ما عرفت تجي هالمسؤولة؟ ما نعرف شنو السالفة، ما ندري منين ما منين ما ندري، بس نسمع الفشق يطق والمسلحين تفتح. طلعنا بهدومنا احنا وجهالنا بس نخلص، بيوتنا حرقوها. حلالكم؟ حلالنا ظل، مالنا ظل. قراكم؟ كل شيء ظل. يعني ما طلعت كل شيء؟ ما طلعنا كل شيء ما طلعنا. والناشد الجهات اللي مسؤولة تساعدنا تشوف لنا حال. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، ودعونا ننتقل الآن إلى مقطع آخر في صور تبين آثار الدمار الذي لحق بمنازل المدنيين في قرية نهر الإمام بالمقدادية بعد إحراقها من قبل الميليشيات الطائفية. لنشاهد. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعضاً من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. حسين يقول: الجيش والشرطة تعداد أكثر من مليون، ماخذين نصف ميزانية الدولة، باستطاعتهم حماية أربع دول، لماذا لا يحمون قرية أو قريتين من داعش وغير داعش؟ سؤال يحتاج جواباً. أيمي تقول: ميليشيات وعصابات هادي العامري وفالح الفياض تدمر وتقتل أهل ديالى. ننتقل إلى تعليق من مثنى الذي يقول: إيران أينما حلت هي وأتباعها وميليشياتها ستجد القتل والخراب والدمار. أحمد يقول:
متى يعرف العراقيون أنهم جميعا أمام مؤامرة تقودها إيران وتنفذها الميليشيات؟ أنتقل وإياكم إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. مشهد آخر من مشاهد غياب الدولة وهيمنة السلاح المنفلت على المشهد الأمني في العراق، حيث أقدم مسلحون على اقتحام منزل أحد ناشطي ثورة تشرين وقاموا بقتل اثنين من عائلته في مدينة القاسم بمحافظة ديالى. ويوضح مصدر محلي أن المهاجمين أطلقوا النار على عائلة الناشط قاسم حسين الحمادي وأصابوه بيده وقتلوا أخاه وعمه ثم لاذوا بالفرار. لنتابع كاميرا مراقبة وثقت لحظة اقتحام مسلحين لبيت الناشط قاسم حسين الحمادي في مدينة القاسم وقتل شخصين من عائلته، لنشاهد. في وضح النهار تتم هذه العمليات التي تقوم بها وتنفذها هذه الميليشيات لقتل كل رأي أو كل صاحب رأي في العراق. علي يقول: بلد انتهى برعاية الأحزاب وميليشياتها العفنة والقذرة بجميع مسمياتهم وعناوينهم، الله ينتقم منهم على اللي سووه بالعراق وشعبه. تعليق لدينا من أحمد يقول: بلد الأمن والأمان، هذه رسالة لكل واحد يقول العراق آمن. سدين تقول: استهتار، أو تقول استهتار، لو أكو قانون ودولة ما يصير هيك. آخر تعليق لدينا من مصطفى يقول: هو وين أكو قانون بس على الفقير. أنتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع ثالث في هذه الفقرة. ننتقل إلى التخبط الحكومي في الملف الاقتصادي في البلاد، خصوصا بعد رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، إذ حمل صاحب فرن صمون في محافظة البصرة الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الطحين، وطالب الجهات المختصة بوضع حل سريع لتفادي أزمة ارتفاع سعر الطحين وتأثيراته على ذوي الدخل المحدود. دعونا نشاهد. السلام عليكم عمي، احنا جماعة المخابز اللي موجودين محافظة البصرة. الخبزة صارت قشر مال بصل، الخبزة صارت قشر مال بصل. عمي الناشد، الجهات المختصة، قضية الطحين، الطحين جاي يتهرب خارج المحافظة، وعم الطحين صاعد علينا. هذا الطحين عم اليوم صبح ب34، الطحين صبح ب34، احنا عم راح نعزل وفاهمين انه بطن 100,000. عم هاي شوف العالم، شوف هاي العالم تنعم، عم راح تقعد ماكو لا شغل ولا عمل. عمي كل واحد عنده 4-5 حوالي برقبته. عمي شوفونا صورة حل، احنا ناس مجازين. تعال عمي طلع الإجازة، طلع الإجازة صورها. عمي ناس مجازين من العاشة ومن البيئة ومن الصحة، من كل شيء مجازين. مجازين عمي السد بالنسبة للمطاعم. جاي تاخذون عندنا انطونا، عمي جاي تاخذون عندنا ضرائب، جاي تاخذون عندنا كل شيء. انطونا طحين على الدفتر اللي جاي تطلعون اياه مال المطاعم. وفض السالفة، يرحمكم الله خلصونا من هالقضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. طبعا هو فرن لبيع الخبز والصمون كذلك. عمار يقول: والله الله يساعدكم ويساعد الفقير، سعر كيس الطحين من 10,000 إلى 40,000. أحمد يقول: والله يا عمي حكيك صحيح، بس يا عمي هو مو بس الطحين يا عمي، جونية الشكر وصلت 50,000. لدينا تعليق من ليث يقول: حكومات مجرمة هدفها تجويع الشعب بعد سرقة البلد ودمرته، وهمهم يخدمون أسيادهم في إيران.
صلاح يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، صعود الدولار دمر حياة كل شرائح الشعب. انتقل وإياكم إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن هذه الفقرة، إلى الملف الصحي والإهمال الحكومي المستمر للمستشفيات في العراق على مدى سنوات. مواطن من محافظة البصرة وثق حال بعض رودهات المرضى التابعة لمستشفى الصدر التعليمي في المحافظة، دعونا نشاهد. هاي قذارة مستشفى التعليم فاتت النساء، بعدين لحد يظل يبرر ويقول ماكو هيك شيء. شوفوا الجو تشرب هاي، شوف محافظة البصرة امال ظل شباب قاعد ما شغلها من غير المغرب يشيل تعال القاع وضبيته بالزبد. ليش يعني؟ دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. زيد يقول: كل مستشفيات البصرة نفس الوساخة والقذارة، وين مدير عام صحة البصرة ومدراء المستشفيات؟ ملتهين فقط بعياداتهم، ما سمعنا محاسبين لهم واحد. تعليق لدينا من حيدر يقول: المستشفيات العراقية الداخل لها مفقود والخارج منها مولود. أحمد رافع يقول: هو مدير صحة البصرة فاسد وحرامي، شنو تتوقع بعد منه؟ مرتضى يقول: والله صحيح، الواحد من يجي صاحي لهذا المستشفى يتمرض وحتى يموت. طبعا بالفعل مشاهدينا الكرام، وصفت صحف كثيرة منها أمريكية ومنها بريطانية المستشفيات بالعراق بأنها مستشفيات موبوءة وأماكن يدخل إليها المريض يصاب بكثير من الأمراض نتيجة للإهمال والفوضى والوساخة والقذارة المنتشرة في هذه المستشفيات. نراكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرة أنت ترى. ناشدت عائلة المواطن المغدور حاتم الجيد من محافظة بابل للحكومة بإعادة التحقيق بقضية مقتل ابنهم بعد أن قامت مجموعة مسلحة بحجزه في محل عمله لمدة يومين بحجة أنه مطلوب مبالغ مالية لهم، وبعدها اتصلوا بأهله وقالوا إنه انتحر، لكن هناك أدلة تؤكد مقتله، فهم يناشدون من خلال الجهات المختصة بالتدخل لإعادة التحقيق بقضيته والكشف عن الجنايات لأنه صاحب عائلة ومظلوم. دعونا نستمع. اندقت الباب عدة مرات، طلعت لقيت سيارة جسكارة بها أشخاص، فرحت وياه، فتح لي الباب، رحت وياه، وصلنا قريب باب الشركة، نادى على أشخاص موجودين، قالوا مفتحوا الباب، فتحوا الباب، فحسيت بأنه الشركة مسيطر عليها من قبل خاص ما أعرف شو رأيتهم. الله حاتم طلع علي عجز 400 مليون. قلت لهم سهلة إن شاء الله هذه، تدرون شنو؟ قالوا اتوقعنا على هذا المبلغ تشهد على حاتم. قلت لهم حاضر، يعني سهلة هذه، وعدكم بيانات يدرون طلعوها، سواء كان أحب الحواسيب الجهة اللي تحول تقدرون ترجعوا لها. زين، فقالوا لا تشهدنا على هذا المبلغ. قلت لهم ما يخالف أشهد، فوقعت وبصمت على أن يسدد حاتم يوم أقصى حد يوم 30/9. عدها قالوا تفضل حجي البيت نوصله. قلت لهم خلي حاتم وصلني. قالوا لا، حاتم يمنع، عندنا شغل مخلصه ونروح نرجع. فجابوني وصلوني، بس أنا شفت قلق على حاتم وما قدرت أخبر أي شخص آخر، قلت له ربما يقتلوا، بما أنه هم جايين على مادة ووقعت لهم على مادة وانتهت إن شاء الله. اللي صار أنا بعدين جيت، حاتم ما أجا. زين، نخابر على حاتم ما يرد، ورا شوية ينطينا رفض. زين، لا رسالة استلمنا من عنده ولا كل شيء. لحد الصبح صار الدوام، أنا بعد نمت لأنه صار الدوام وعمال ومدري شنو كذا سوالف. طلع هم حاجزين حاتم ومتعرض إلى أبشع أنواع التعذيب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة صندوق الوارد. لدينا هذه الرسالة وردتنا، دعونا نقرأها لحضراتكم. إلى قناة الحق والحرية، قناة الرافدين، نناشدكم نحن أهالي مناطق جنوب قضاء بلدروز في محافظة ديالى أن أراضينا والمحاصيل الزراعية يتقاسمها معنا ضباط استخبارات قضاء بلدروز أو ضابط استخبارات قضاء بلدروز، ويفرض علينا دفع ثلث الأراضي المزروعة بأن تكون له. وهذا الضابط منذ أن كان برتبة نقيب يشغل منصب ضابط استخبارات القضاء، ولا أحد يستطيع إخراجه من منصبه، ويقف خلفه عمه أبو زوجته الذي يسكن محافظة الكوت أيضا، ضابط برتبة لواء في الشرطة. نناشدكم باسم الدين والإنسانية أن تجدوا لنا صورة حل، وبعكس ذلك سنهجر أراضينا وبيوتنا. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن ترسلوا لنا ما ترغبون بعرضه عبر شاشتنا من خلال منصاتنا الإلكترونية المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي والمعتمدة التابعة لقناة الرافدين الفضائية. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج، واسم اليوم: الطائفيون يقتلون ديالى. بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالى وخصوصا قرى قضاء المقدادية، أطلق ناشطون عراقيون واسم الطائفيون يقتلون ديالى. وقال ناشطون في محافظة ديالى إن ميليشيات العصائب وبدر يرتكبون انتهاكات عديدة في قضاء المقدادية بذريعة الثأر العشائري. وأضاف الناشطون أن القوات الأمنية في المنطقة تقف موقف المتفرج مما يجري من جرائم وانتهاكات، وذلك ضد الأهالي أو التي ترتكبها الميليشيات ضد أهالي عدد من قرى القضاء بهدف تهجيرهم وإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة بأكملها لأهداف طائفية، بعد أن حرقت الميليشيات منازلهم واستولت على مواشيهم وأموالهم وسياراتهم. دعونا نأخذ بعضا من هذه التغريدات. عثمان المختار يقول: قرى كاملة استبيحت قتلا وحرقا وتهجيرا على يد ميليشيات تتلقى رواتب شهرية من الحكومة العراقية التي تسترت على الجريمة. نساء وأطفال يرتجفون في قاعات المساجد منذ يومين، لا تسمح لأي أحد أن يشوه لك الصورة، أو لا تسمح لأي أحد أن يشوه لك الصورة. هذا الواقع في قرى ديالى ببساطة، لكن الجبناء والطائفيون والمجرمون لا يريدون الاعتراف بها. طيب، ننتقل إلى زياد السنجري الذي يقول: تذكروا أن كل أعمال القتل والتهجير والحرق والتنكيل التي جرت وتجري في ديالى بأسلحة أمريكية وسيارات هامر أمريكية. ديالى أحد أكبر الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران عندما كانت تسيطر على العراق، وقبلت بتغيير جغرافي قسري بالكامل، نرى نتائجه اليوم. حسين دلي يقول: بكل وضوح الحكومة بكاظمها الضعيف وبجيشها وشرطتها وحشدها المتواطئين يريدون إرجاع داعش. هذه المجازر التي تحدث كل شهرين لا يفهم منها إلا أنها استنساخ ظروف 2014 وإدخال العراق بنفق مظلم تستفيد منه إيران وذيولها الذين بدأت سلطتهم تضعف بوعي الشباب الذي فضح ألاعيبهم. آخر تغريدة من محمود النجار يقول: ما يحدث في ديالى هو تهجير طائفي ممنهج من قبل الميليشيات، وهذا السيناريو الوحشي تكرر في جرف الصخر والطارمية، وإذا استمرت الميليشيات بالانتهاكات فربما سيتكرر هذا المشهد المأساوي في سهل نينوى وبقية المناطق التي يسيطر عليها المجرمون. أنقذوا البشر في ديالى. هذه جزء من التغريدات. هناك تفاعل عراقي كبير جدا مع هذه القضية، مع هذه الأحداث المتسارعة التي تشهدها قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى بسبب الهجمة الطائفية من الميليشيات الحكومية. نراكم بعد قليل. نبدأ مشاهدينا الكرام مع القصص المنوعة. نبدأ مع قناة فرنسية تعرف بكونها إحدى الأذرع الإعلامية لليمين المتطرف.
وبسبب ما وصفه نشطاء ومغردون بعنصريتها تجاه المسلمين والجاليات الأجنبية، أطلقوا حملة لحظر الحسابات الإلكترونية لهذه القناة. دعونا نشاهد. إذن مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل الآن إلى قصة أخرى. أبو فلة هو يوتيوبر كويتي تمكن من جمع أكثر من مليون دولار لصالح اللاجئين في سوريا ولبنان قبل الشتاء خلال ما يقرب من 27 ساعة عن طريق التبرعات من مختلف أنحاء العالم. دعونا نشاهد. احنا في الخليج نحب الشتاء كثير لان الصيف يكون جدا حار، في الشتاء يكون الجو جميل. عايشين بالنعمه والحمد لله ورب يديم النعمه. غيرنا قاعد يعاني. يوجد ما يقارب 3.3 مليون لاجئ يحتاج للمساعده في الشرق الاوسط. يجينا برد، يجينا هواء، يعني تجينا عاصفات احيانا، نحط حتى اللي فرشه اللي تحتنا فوقنا وما ندفع. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.